يعني فريق اشوفك اليوم مستمتع مع جماهير الاهلي. والله جماهير الاهلي صراحه متعه صراحه. شوف يعني مدرجات اليوم يعطيهم العافيه، منظرها جميل ورائع جدا، خاصه تفاعل الاهلاويين معطين الدوري يلو ترى اضافه زخم صراحه. جمهور الاهلي شوف حتى ايام قبل ما يهبط الاهلي هو قاعد يحضور تفعيل، يعني يحضر هنا يحضر هناك، حتى في كل منطقه تجد جماهير الاهلي. نعم. يعطيهم العافيه ان شاء الله، فائلهم ان شاء الله الصعود. نعم. الاهلي الفتره الاخيره راشد بشكل سريع اختصر مسافه طويله، يعني احنا نتكلم عن 6 انتصارات من اصل 7 مباريات. لا شك شوف الاهلي يعني تتكلم عن 18 نقطه، يعني فريق شوف انك تتفاجئ لما نقول الاهلي تعادل ولا الاهلي خسر في دوري يلو. صراحه الاهلي انا اتوقع ان يعني هو الفريق اللي هو الحصان الاسود في هالدوري، لانه يملك جميع المقومات اللي تجعله في القمه. اول شيء الجماهير، هذه المقومه صح. الاولى اللي يعني دعمت شعبيه الفريق. كبيره، دعمت اللاعبين، يعني دعمت اللاعبين، دعمت يعني الاهلي صراحه، يعني نجي في حق اقول والله ما عندي جماهير، جماهير طاغيه صراحه في كل مكان. ما هو بس جده، انا تابعته في المنطقه الشرقيه في كل مكان، حتى في الحفر الباطن كان جماهير طاغيه. يعني الفريق الاهلي يعني جمهوره رقم واحد في عمليه العوده السريعه لدوري رشن. نعم. اتمنى لجميع الفرق حتى مثلا نادي الرياض ترجع جماهيره، لان جماهيره اتجهت لانديه اخرى. نعم. اتوقع بعد الصعود ان شاء الله للممتاز اتوقع ان شاء الله ترجع جماهيره اللي احتضنها بعض الفرق، ولكن ان شاء الله ترجع اسرع ما يكون. نعم. 10 نقاط يحتاجها الاهلي من اجل ضمان 53 ناظر لي يعني المنافسين والصعود 4. نعم. وباقي 39 نقطة لكل الفرق، يعني ما هو الفرق اللي لعبت اليوم الاسبوع باقي 13 مباراة فيها 39 نقطة. اعتقد الاهلي اذا اراد القمة لابد انه يحصل على ال 25 نقطة او 30 نقطة. نعم.